رسولا من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وين ما بنسأل كم صورة حافظين بنسأل كم جزء؟ هاي المدرسة الإسلامية للطلاب المسلمين حتى نركزهم بالعربي والتربية الإسلامية والقرآن، يتعرفوا على دينهم، يتعرفوا على عاداتهم، يتعرفوا على أصولهم. What we try to give them the foundation is to follow the life of the Prophet so that when they do leave they have the capability to stay on the right path. البناء من البيت والمدرسة بتكمل مو العكس. Montessori and Islamic school work very beautifully together. شو اللي بتزرعيه أنت فيه من لما يكون صغير بيكبر عليها وبموانيها؟ أكيد بتأثر والمحيط بيأثر. الحمد لله أدينا رسالة للجالية العربية الحمد لله والجالية الإسلامية. أنا كل ما عم بمشي على فصل عم بتعلم شغلة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينة ديربون ولاية ميشيغان بنقولكم اليوم يا هلا. جايين اليوم على دريمي إسلامك أكاديمي، واحدة من المدارس الرائعة يلي هي عندها نظام المونتيسوري بالبري كي والكندرغاردن وبعدين مدرسة إسلامية لغاية الصف الخامس. مدرسة كتير رائعة، تأسست من 10 سنين، نظام جميل. تعالوا ناخذكم بجولة داخل هالمدرسة ونعرفكم أكثر عليها ونحكي مع الإدارة ونعرف تفاصيل عنها. Let's go. اسمي سوسن الأيوبي، أنا الأونر تبع دريمي إسلامك أكاديمي. My name is Jamila Daba and alhamdulillah I've been honored to be a part of Dreamy Islamic Academy. Been 10 years and inshallah this year due to demand we'll be planning on opening up a middle school. شو اللي بتزرعيه انت فيه من لما يكون صغير بيكبر عليها وبموانيها؟ أكيد بتأثر والمحيط بيأثر. يعني أنتوا عندكم جميع الجنسيات والخلفيات والأعراق بيسجلوهم عندكم، عندهم ثقة بهالمدرسة هي. بالضبط. ما شاء الله تبارك الله. طيب نعمل جولة. Dreamy Islamic Academy which is a private elementary school من عمر السنتين لعمر الـ 5th grade. هذا مثال عن صف عربي عنا. رح خلي اختي راوية الحسيني تاخذكم بجولة وتشرح اكثر عن الصفوف. So انتم هون عندكم هي it's elementary school from all the way to 5th grade but we do have a toddler room. We start at 2 years old and Montessori preschool as well as kindergarten and our toddler room is done only in the Arabic language. So mashallah our 2 year olds will leave here reading Quran, repeating ayat. They're doing a beautiful job. MashaAllah. Hello, we're walking into our kindergartner's Montessori classroom. MashaAllah. Like MashaAllah. مساحة جميلة جدا. So المونتيسوري بده مساحة. حلو. مونتيسوري and Islamic school work very beautifully together. Okay, Michigan. Yes, of course. أنا كل ما عم بمشي على فصل عم بتعلم شغلة جديدة. So it's very individualized and so is Islamic studies when they need to go to the resource room. So it works beautifully. ما شاء الله تبارك. Our staff are Montessori certified. إمتى بلشتوا هذا المونتيسوري من بداية المدرسة؟ مونتيسوري مع الديكر. عندي yeah, daycare classrooms are Montessori based. We have other curriculums that we use, high school. That's the way we started. ما شاء الله. هلا أنا بلشت من سنة 2000. بلشنا بهوم daycare. يعني كنت بقلب البيت، اضطريت إنه أفتح بقلب البيت لقيت أحسن شغلة لإلي بما إني عندي أولاد صغار وأنا ما بدي يطلعوا أتركهم. طبعا هون ما شاء الله الطلاب شو بيحفظوا قرآن؟ يعني أنتم بتمشوهم الصور؟ هلا اول شيء بنعمل لهم اسسمنت اول ما بيجوا مشان نعرف الليفل تبعهم شو حافظين. يعني في عنا ديفرنت ليفلز، في عنا اولاد بيكونوا مثلا حتى لو 4th grade ما بيكونوا حافظين ولا شيء. اوكي. But that's why it's a lot of one on one. اها ما شاء الله. بس في عنا اولاد اوريدي مثلا اللي كانوا عنا من عمرهم سنتين. حلو. هلا صاروا 4th grade. هذول بيكونوا حافظين اجزاء من القران ما شاء الله. يا سلام شو المنهم؟ هاي الجيم it's still under progress بس ما شاء الله. Yeah. هون شو بيلعبوا هون؟ يعني بيلعبوا This is for physical activity during the day. ما شاء الله شايف انا هون في شوفوا يا جماعه الخير دامبلز هذول مشان اذا حدا بده يلعب هون كمان طابات باسكت الارضيه كمان ما شاء الله تبارك الله اللي هي مناسبه كمان للاطفال
كم عدد الطلاب؟ How many students? Each class is full to capacity. Our class, we keep it small. We give one-on-one attention, so we don't extend more than 18 kids. Any class that has 21 kids has an assistant in the room. So the teacher always has an assistant to help her out in Arabic and in English and Quran. هذا الصف الأول. First graders. هذا الصف الأول. تعالوا نشوف الصف الأول. عم يجهز حاله. السلام عليكم. السلام عليكم ست رشانة. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله. عم يحضروا حالهم ليصلوا هون جوا الصف. ما شاء الله تبارك. يوم الجمعة بالعادة بنجيب لوكال شيخ بيعمل خطبة الجمعة وبيصلوا. ما شاء الله ما شاء الله. هذا الصف الثاني. Second graders. السلام عليكم. What we try to give them the foundation is to follow the life of the Prophet, to be on the right path. And subhanAllah, the world is getting harder. It's not like when we were young, things were easy. Each day that goes by, the kids, their struggles are harder and harder. So alhamdulillah, we give them the foundation so that when they do leave, they have the capability to stay on the right path. دول الصف الرابع, fourth graders. Aha, mashallah. Well, they are doing Islamic studies. Islamic studies. تعالوا نشوف. وين ما بنسأل كم صورة حافظين بنسأل كم جزء البناء من البيت مو كلهم أنا حطيت ابني بمدرسة منيحة عم بدفع له 10,000 دولار وما عم يطلع منه شيء ما يا حبيبتي إذا ما أنت ركزتي كمان بالبيت معه هو ما حيطلع معه شيء بس بالمدرسة والله لو حطيت بده. له أينشتاين أبدا المفروض البيت والمدرسة بتكمل مو العكس إذا المدرسة عملت كل جهدها وأنت جيتي هديتي كل شيء بالبيت ما وصلنا لشيء بس المفروض يكملوا مع بعض We have the ability to do a lot of one-on-one, smaller groups. So these are from different classes. They come in if they needed extra resources. It is provided here, especially for Islamic studies, but we also have it for academics, math, science. We have that ability. هاي المدرسة الإسلامية للطلاب المسلمين حتى نركزهم بالعربي والتربية الإسلامية والقرآن يتعرفوا على دينهم يتعرفوا على عاداتهم يتعرفوا على أصولهم وإحنا نفتخر بوجودنا هان والطلاب الحمد لله نفتخر فيهم لأنه سبحان الله بنحس إنه الحمد لله أدينا رسالة للجالية العربية الحمد لله والجالية الإسلامية يعني أنا صف أنت؟ صف الأول ما شاء الله بتعرف تعرف الحروف العربي والإنجليزي؟ والله أنك شاطر شكرا جزيلا عفوا بدي هيك كفك وحدة قوية قوية لا بدي عيدها يا بطل والله شكلك أنت 10 سنين ما شاء الله شو تعلموا قرآن؟ شو تعلموا كمان؟ قرآن عن الإسلام قصة الأنبياء حلو حلو شو أكثر قصة من قصص الأنبياء بتحبها أنت؟ محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام شو تعلمتوا هون أنتوا في المدرسة هاي؟ علمنا على القرآن أها والعربية حلو وأننا على الله والرسول عليه الصلاة والسلام يعني أنت بتعرفي تقرأ القرآن؟ نعم ما شاء الله حافظة شيء من القرآن؟ شو حافظة؟ القيامة القيامة؟ نعم. ما شاء الله تبارك الله شو الحلم تبعك؟ حلمي أنه نحن كمجتمع عربي هون بالغربة نحافظ على تقاليدنا وعاداتنا كل الجاليات الإيطالية الألمانية بتحافظ على تراثها وعاداتها وتقاليدها ودينها هذا مو شيء غلط في فرق بين أنك تندمج بالمجتمع في أنك تدوب فيه توتالي أنا دائماً بحاول ركز هالنقطة فكل شيء من تراثنا لازم نحافظ عليه إن كنت أنا سورية ولا أردنية ولا سودانية أنا عم حاول فهم الأهالي إنه أنتوا ما تركتوا وطنكم دائماً وطنكم هو داخل بيتكم هذا هو حلمي إنه كل واحد يحافظ على ماهيته مشان يطلع حقيقي ما يطلع فيك نحن مسلمين نستفيد من هالعيشة هون بنفس المواصفات اللي نحن اجينا فيها هذا مو غلط بالعكس هاد قمة الصح